طيب بينضم لنا دلوقتي على الهاتف، طبعا معانا مداخله من الكابتن الكبير محمد يوسف. كابتن محمد، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا يا حبيبي، حبيبي وعليك يا كابتن، وعلى ضيوفك. اهلا وسهلا. حبيبي يا كابتن، منورنا. ويعني النهارده يوم مش عادي طبعا لكل الاهلاويه، يوم يبقى النادي الاهلي وكل عشان النادي الاهلي بيبقوا مستنيينه. قول لي كده، النهارده شايف الماتش ازاي؟ وشايف كمان التشكيل المتوقع للنادي الاهلي هيكون ايه؟ يعني هو طبعا المباراة جاية، لو اتكلمنا بناحية عملية المباراة يعني محسومة بالنسبة للنادي الأهلي. هو طبعا الغرض من البطولة، النادي الأهلي خلاص حقق الهدف منها وهو الفوز بالبطولة، لكن يبقى طبعا لقاء الأهلي والزمالك هو بطولة خاصة، طبعا لقاء بينتظره جماهير الكرة المصرية كلها بمختلف انتماءاتها. يعني المباراة دي بصرف النظر عن أهميتها في جدول الدوري، إذا كانت هي بتحسم بطولة إلا أنها ليها أهمية خاصة بطولة هي لوحدها. كونها بين القطبين. عايز أقول إن النادي الأهلي أنا شايف طبعا الحالة المعنوية والحالة الفنية أحسن كتير من نادي الزمالك، من خلال الاستقرار الفني، من خلال الاستقرار التشكيل، من خلال حتى الأجواء اللي حول الفريق. النادي الاهلي افضل كتير من نادي الزمالك، تمام. لكن عايز اقول لك برضو نقطه مهمه جدا، التاريخ بيقول ان اللقاءات دي ما فيهاش اي توقع. خالص. يعني ممكن انا الفريق قبل اللقاء ده حالته او يعني مش في احسن حالاته وبيعمل نتيجه فجاه ولا طبعا. كابتن محمد، يعني من وجهة نظر حضرتك، شيء يعني لو كابتن محمد هو اللي بيحط التشكيل، مين الأنسب لقيادة الهجوم النهارده للنادي الأهلي؟ الهجوم. الجزء الهجومي انا وجهه نظري يبقى فيه عبد الله السعيد تمام، ورا عمرو جمال، يعني عمرو جمال هيبقى راس حربه وتحتيه ثلاثه، هيبقى مؤمن زكريا واشاييه وعبد الله السعيد. تمام. دي وجهه نظري يعني. ممكن بقى حاله اشاييه ما هياش قوي، ممكن وليد سليمان يبقى موجود برضو في جزء من المباراه، يعني فاهم قصدي، حسب بقى السيناريو بتاع المباراه. نعم. طيب كابتن محمد، ايه اهم ذكرياتك عن مباريات القمة؟ اهم ذكرياتي عن مباراة القمة وانا مدرب، يعني وانا ماسك الاهلي ولا وانا لاعب، يعني هو بشكل عام الاقرب لقلبك فيهم، لا سواء الاقرب كنت وانت لقلبي. لاعب او انت مدرب. لا هو الاحلى والاقرب لقلبي طبعا والواحد مدرب. لو انت قاعد، انا بلعب نقاط القمه، انا لعبنا فتره الستينات كلها، كان الحمد لله يعني كنا فتره يعني مشرفه جدا لينا مع الزمالك، يمكن قعدنا حوالي 9 سنين اللي خدنا فيهم 7 سنين دوري، كان كل المباريات فوز باستثناء يمكن مباراه واحده تعادلنا فيها، لكن كانت معظم اللقاءات بالفوز. وانا مدرب طبعا، كانت لعبت قدام النادي الزمالك لقاءين في بطوله افريقيا، لقاء 1-1 في الجونه ولقاء 4-2 كسبناه وتأهلنا بيه للدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا اللي هي 2013. فأهم ذكريات ليا طبعا هي كانت المباراة بتاعت 4-2، كانت مباراة صعبة جدا، هي في وقت بالنسبة لنا كان لازم نفوز على نادي الزمالك عشان نحسم التأهل قبل ما نقابل أورلاندو بايرتس في مباراة العودة هناك اللي هي كانت آخر مباراة في دوري المجموعات. نادي الزمالك ساعتها كان عنده فريق قوي، يعني كان عنده أحمد حسن، كان عنده شيكابالا، كان عنده أحمد جعفر، كان عنده عمر جابر، يعني كان عندهم فرقه قويه جدا، عبد الشافي، فكان الفريق قوي جدا في الحاله في الوقت ده. اهم ذكرياتي طبعا كان حلمي، كابتن حلمي طولان ساعتها كان يعني بيلعب بورقه كده، هي ورقه عمر جابر وحازم امام، فالحمد لله قدرنا ان احنا نقفل عليه بشكل كويس جدا عن طريق سيد معوض، وكان قدامه يعني وليد سليمان وعبد الله السعيد. كانت دي مباراة مهمة جدا، وكانت مباراة في ملعب، مش عايز اقول لك مباراة الجونة، ملعب الجونة كان ملعب كله هواء وكان درجة حرارة عالية جدا، كانت يعني ذكريات. يعني المباراة دي خدت تحضير قوي جدا 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 لينا، خصوصا ملعب الجونة مش ملعبنا، يعني مش ملعب النادي الاهلي ومش ملعب مفضل بالنسبة للنادي الاهلي، يعني على اساس ارضيته وعامل الهواء والحاجات دي كلها. كابتن محمد، يعني اخيرا قبل ما اقفل معاك، عايزك تقول لي توقعاتك للمباراه النهارده. معايا فيروز بتقول 3-1 النهارده النادي الاهلي، عايزك تقول لي توقعات حضرتك النهارده ايه؟ بص انا اتمنى الاهلي يفوز، بس التوقع صعب، اللقاءات دي صعب. انا اشعر ان
نادي الزمالك ممكن يكون عنده الحافز، لان طبعا خرج من افريقيا، خسر الدوري، ما بقالوش غير بطوله واحده بس في الموسم هي بطوله الكاس. فاشعر ان هو ممكن يكون عايز يصالح جمهوره ويكون عنده المعنويات ويكون عنده الـ عايز اقول الموتيفيشنز، التحفيز بتاعه التحفيز اكتر اعلى. هيبقى اعلى، خصوصا ان هو بيعتبر مثلا النهارده فوز على النادي الاهلي دي بطوله، يعني يعتبر هو بالنسبه له لما يفوز على النادي الاهلي يبقى كده صالح جمهوره او عمل يعني حاجه كبيره جدا في الموسم. لكن المباراه بصراحه صعبه، انا اتمنى الاهلي يفوز طبعا لان انا ابن من ابناء النادي الاهلي. اتوقع الاهلي ممكن يفوز 1-0. 1-0 ماشي. كده عندنا توقعين 1-0 و3 و3-1 ليه يا كابتن محمد يوسف؟ مفيش غير انا وانت بس اللي توقعنا. انا لسه ما توقعتش يا كابتن، مستني في الاخر كده هتوقع. حبيبي يا كابتن محمد نورتنا. كابتن محمد يوسف طبعا نجم نادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف.